السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وخير. نتمنى يعجبك الفيديو ديال اليوم. هنا يعني عندنا واحد الرجله مبخره، عند التحايده كما تشوفوا مبخره ونعدلها في الفرن. كتجيها الى كتجي واعره ما شاء الله. الفتحه شويه شايده باش تدخل فيها التشرميده. هنايا قطعتها باش كتساعدني في الكسكس. هنا يعني عدل شوية ديال اليبزر، معلقة ديال اليبزر، معلقة سكر الجبل. هنا يعني من معلقة ديال اليبزر. أنا من شوية ديال راس الحانوت. أنا من شوية ديال الكيمون. كتجي مزيانه. شويه ديال التحميره باش كيتحمر ديك الكرا ديال اللحم، باش نعمل محمر نحمر الفرن من شويه باش كيجي غزال تبارك الله ما شاء الله. كتبخروا عاد كنعملوا عاد كطيبوا كيجي ساهل، كيجي مزيان وكيجي فتيه المغرفه كنجبل. هنا يعني عندنا شويه د الزيت باش ندهن الشرميله. صافي شويه د الزيت. هنا عندي الحكوكه، واحد البصله، واحد الراس ديال الثومه، واحد جوج ديال البصلات حكيتهم، وحده قط شلطت هيدا بالطرف نشلطتها عندي مشلضه هانتوما كتشوفوا. غنعملو حشويه ديال العزيل وريقه سيدنا موسى. أنا مشوية ديال الخرقوم، كما كتعرفو حنايا كتعجبنا اللحم ماشي الصفرا، تيجيو شي بنطا. هنا عندنا شوية ديال الملحة، عاود الملحة مي كتطلع وكتزيدها الملحة، من حيت الملحة كتهبط، كتجي تبقى كتخاشي فيها الملحة. دابا هاد الشرميله هادي ما نعدل لها شي، عدلت هاد الشرميله نخليها هكدا. هاد اللحم عندها شويه ديال الملحه، غنعمل لها هكدا شويه ديال الملحه. عندها شويه ديال اليبزر، شويه ديال اليبزر هكدا. كيمون، كانت اليبزار والكيمون، عم بخرا عاد عن شرميلة هانتوما هيدا، باش تجي شي بصلة، باش تجي مزيانة، هانتوما كيفاش غاتجي، عندنا لها واحد نص طياب، عندنا هيدا، هادي خوت لغة الرجلة في الطويلة هيدا، شبرو نقصوها هانتوما، حتى هيدا. هاي هاد الحصاير هادو عاودتها هما نعملهم شويه ديال القامة وشويه ديال الملحة. هاديك الشرميلة حتى من هاديك عاد نعدلها لها. حتى هما نعملهم شويه ديال اليبزر شويه ديال الكيمون باش كتدخل فيهم الشرميلة. دابا نعملو الشرميلة هاديك عندنا المعين فران، كتجي واعره كتجي مزيونه كتجي لذيذه هيدا مبخره. هيدا مبخره هيدا انا نبني في الكسكس مع بعضيتو. تبخرو بقاو معانا تا يتبخرو. دابا من بعد ما عملت اللحم كتبخر، دابا عملت معاها هنايا البطاطا جاهدة، غنقطع ميتها في النص حتى هي تبخر شويش على بالنا في الفران. عندنا بيش بدا الملحة تشعدا نعملها هيدا باش نعملها تتشحر شويش. هادي تعدل
نبخرو كتجي مبخره مزيمه الخضره مبخره مزيمه وصحيه الدراري كيما كيكلو شي باقي القرعه سلاويه باقي القرعه سلاويه جبدي القرعه سلاويه حيده حيده اه خليه في جبل خليه في جبل خليه في جبل خليه في جبل بس شكرا شكرا يعطيك الخير دابا هنايا تولي تشوفو قطعتها هيدا بالطرف عندي اختي جات عندي ولد اختي بغيت نفرح به اول مرة جينا عندنا دابا هادي هنايا عندي لوبيا عندي قطعة سلاوية الحمد لله القرعة هادي هاد القرعة هادي خوتي شحال صحية ومزينة كنتو كتجيو عليا عاد عن كرطة غنوريكم كيفاش عملنا من التكرط ديالها نقشرة غادي نعملها في الفطن تاهي عملنا شوية ديال اليبزر فهمتي عملنا شوية ديال اليبزر اليبزر وشوية ديال الكيمون والملعقة شوية ديال الملعقة أنا جي الخبيزة ديالنا غنجيبو على بعض خضرة صغيرة خوتي ما تكلمنا عاد هاد الخضرة طرية انا من الملح عاوتاني حتى تشحر مليحه تشحر مزيان تتشحر باش نشحر على الحركه الملح نزيد قلت نشحر نمشي نبخر انا بالي طايش بالي طايش بالي طايش انتو هدا هيدا انت عاد اليوم اخوتي قاصحه عاوتاني خصها تقيها رقيقه باش كتبخر لا عملتي غلي طا كتبخرش دابا هادي هي شوف رايده غنعملها تبخر كامله هي فين تبخر سالي هذيك وعملي هذيك الاخر هذه القرافه هذه عندي لها وصحيه خوتي هذه هذه القرافه هذه عندي هذه تنس هذه تنشلاضه هي الشلاضه كتجي واعره الشلاضه كلها بغيتي تقليوها كتجي غزاله مقليه بلاتي وقيلا نعمل كلشي طيب مقلي كتجي واعره مقليه كتعاود لك تقليها كتجي مزيونه انا كتعجبني هذه هذيك الشلاضه ديال اخوتي كتجي واعره الشلاضه ديالها تعاد لها من الشلاضه كتجي مزيانه صحيه من السكر مفقر الدم حتى هي مزيانه تقول القرع ماشي صحيه القرع صحيه اخوتي والله تعمل العصير ديالها ليها كتجي واعره كنت كتشوفي معايا شوف كشكل صافي ان شاء الله هذه الصغيره هذه ما تعرفش الكبيره كتكون فيها صغيره يا هذا زبي هذا هو هذا عملوها ها هاد السبيناتا طبعا عملنا البخر غزة الطريفة دابا شو دابا عملنا اللحم من تحت وهادي كتبخر من فوق تبحت الخضرة دغيا كتبخر هادو تتبخر شويه كتجي غزاله تبارك الله ما شاء الله الخضره خوتي صحيه ومزيانه الخضره بقى كتعملها في الفران كتجي شويه يابسه ماشي بحال المبخره ماشي مبخره بزاف مبخره غير من التبخيره وصافي ها هي دابا كتبخر باش كتجي الخضره مزيونه فتيه دابا غنغطيها ونخليها تتبخر من عين التبخيره ما تبخرش بزاف دابا سيب ديك القرعه السلاويه سيبها دابا من بعد بخر انا عملنا عيد هاد الخضره كامله على ست فات خرات غير نص التبخيره النبيه كت هنايا هادي هانتوما كتشوفوا هاد الخضره هادي الصحيه مزيونه هادي اللوبيا ماشي اللوبيا القرعه هادي هانتوما كتشوفوا هاد الخضره هادي الصحيه هنايا في الترميده بعدي تاع كنشرملا دابا هنايا ديما كنشرملا هيدا باش كندخل ديال الشرميله هادي البطاطا هاديك دير هاديك ديرها سازو حطها في اخر ساز ديرها ما خصك مشي يجي هذه كتجي مزيونه اذا مشحره
مش ده بعد زيت الطب ده بعمل فيها نص كيلو بعد سير طبعا ان شاء الله الفران عن سير الطب بس نشوف هذه الكراعتر بس نشوف هذا هو الغداء حطيك التليفون حسب جدي هذا اللي مشي حطيت السجر السجر البطاطا ان شاء الله هيدا شعر العشرة متاع كاملة هيدا مع بطاطا هتسيب الفرن فوق يعني الفوق وانت تحتيها تشلل ها؟ من بعد ما مثلو كغد السلوفان غنطلعو بدا الفران باش خلص يزيد يطيب حيت ناقص طيبها نص طياب دابا هي طابت شوف كي جات زوينة تبارك الله.